استاذ تعليم ابتدائي مناضل منتسب وليس غني عن كل تعليم. محمد اعرف متصرف مساعد موظف في الجماعات المحليه يشتغل ويهتم وشغوف في الامازيغيه واعتقد بان غامته سيجدها في لجنه. محمد الجوهري تحية إخلاص تحية الصمود غني عن كل تعريف باختصار شديد هو الذي رمم البيت الحقوقي بمدينة أيو وجعله على خطه الصحيح. محمد أرديك أستاذ التعليم الابتدائي شغوف الأمازيغية كذلك يهتم بقضايا الفكر وقضايا المعاصرة. الأستاذ رشيد مهناوي أستاذ مادة الفلسفة في ثانوية الأستاذ بن ثابت في سايو وله سابقة في الاشتغال على القضايا الحقوقية بمدينة سايو. حسن وحدي تحية خالصة إلى رفاقه بالرشيدية. شاعر من الرشيدية وشاعر يحمل هم الجماهير الشعبية والتحم بنا ووجدنا فيه الكثير من الزعم. الأستاذة حورية مقران أحييها لأنها عادت أمر الرفعة لظالمات المظلومات. الأستاذ الذي يدله